السلام عليكم، انا خوله مدينه فاس. تنتوجه للناس اللي تسمعوني يسمعوا القصه ديالي وشنو واقع ليا انا. يا واحد الانسانه تسكن فاس، وكنت مجوجه الحمد لله، عندي جوج الوليدات، كنت عايشه بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. قبل ما يجينا هذا الوباء هذا كنت خدامه، ما كان ناقصني الحمد لله تخير، ولكن من بعد جاء الوباء فحق الله دمرني وكرست من الخدمه، وظروفي ولات قاصحه بزاف لدرجه ما الكرا تجمع عليا والمصروف كثير عليا. انا والزوج ديالي، والزوج ديالي انا غير خدام مع الناس في محل ديال التجاره، وفات عليا المده طويله فحق الله تقصحت. من بعد جا واحد الوقيت تفاجات بالزوج ديالي مريض بالسرطان، جاتني في حقيقه الله صعيبه بحال شي صاعقه ضربتني اللي ما عرفتش كيفاش نخرج منها، ما عرفتش الحل ديالها، ومصاريف كثيره كتسناني لدرجه تسلفت، واللي عندي بعته كاع لدرجه حوايجي بعتهم، وتسلفت بزاف من عند الناس، والناس واخا سلفتني ما قدرش تصبر عليا. والحمد لله اللهم لك الحمد، انا الحمد لله وشكرا. انا ما كنقول حتى شي حاجه، ولكن ظروفي صعبه بزاف، ما لقيتش حل. خرجت كنقلب على الخدمه ما كايناش، حيت الدومين ديالي انا الدومين ديال السياحه، والسياحه دابا مدمره كلها، ما كاين لا خدمه لا والو، فين ما مشيتي ما كاينش تلقى الخدمه يعني. والراجل ديالي يلاه دار الحصه الاولى وانا مازال متبوعه بزاف، يلاه دار الحصه الاولى، يعني مازال شي 8 الحصص واحد اخرين، مازال خصو سكانيرات، مازال خصو دوايات، مازال خصو اشعه، يعني اللي عندي انا كله حطيته، ما بقاليش، ومسلفه من عند الناس بزاف. الناس كتسالني لدرجه ان عطيهم الشيكات باش دينت، وعطيه كاين اللي مكاتبه معاها. حاولت نخرج من المعمعه هذه ما عرفتش، بالليل وبالنهار ما تنعش ما تنشوفش النعاس، صافي هذا الشيء دمرني بزاف لدرجه وصلت بيا لانني اما نتقاضى انا وياهم، حيت قالوا لي الا ما خطيتيناش فلوسنا حنا راني غادي ندعيوك، اولا غادي توصلي معنا شي مشاكل ماشي هي هذيك. انا ما عرفت ما ندير، كنشوف يا اما نخرج هذا الواقع اللي انا معاهم، نخرج معاهم صافي اللي وقع يوقع، يا اما انتحر. وصلت بيا انتحار ما مره ما جوج، صافي حيت عييت نعس ما تنعسوش، ما تنرتاحش كاع في حياتي، المصروف كثير، تنشوف راجلي انه فاش دارت الحصه ديال لاشيميو صافي عيا بزاف وجلس ليا في الركنه. هادي تقريبا من اللي دارها دابا اليوم 4 ايام ما ضربش الضربه الخدمه، وانا مصاريف تتسناني، ورمضان هذا والكرا تتجمع عليا، والموضوع كله مجموع عليا من كورونا ومجموع عليا، يعني ما لاقياش باش نخلصو ولا باش نكون مع ولادي. ولدي انا عندي الكبير تيقرا، وعندي الصغير تا هو محتاج ليكوش على الحليب، يعني دمرت بمعنى الكلمه دمرت، وما عرفتش راسي كي غادي ندير نخرج من هاد الوحله هادي. يعني الزوج ديالي مريض، ما عندي يعني هو مريض، انا ما كاين حتى شي معيل لهاد العائله من غيري انايا، يعني هو مريض، يعني ما طاكسيك مورا ما عندوش كيفاش يدير يخرج للخدمه، ما عندوش. والحمد لله اللهم لك الحمد، ربي بغى هكا، ما عندي ما ندير. انا تنترجى غير الناس، ونترجى الله قبل اي واحد يكون وقف معايا ويكون معايا ويعاوني في هذا الشيء اللي انا فيه، ويصيفط لي شي ناس اللي قلبهم حنان ومحسنين يقدروا يوقفوا معايا، يفكوني غير هاد الكريديات اللي انا فيهم. والله راه لقمه العيش يسهل فيها الله، ويوقفوا معايا في هذا المرض ديال الراجل ديالي، حيت انا ما لقيتش كيفاش ندير نتفك من هذا الشيء. وعندي الوريقات، عندي اللي بغى يعرف عليا اي حاجه يتواصل في الرقم ديالي، عندي الوريقات ديالو ديال الطبيب، عندي السكانير اللي درت له بيت سكان اخر وما درت له كيدير 1,030,000 ريال. اش غادي نقول لك، انا هادشي كله تسلفته باش كنديرو، حيت تشترات لي ما بين الموت والحياه، وما لقيتش كيفاش ندير، ما لقيتش اللي يوقف معايا ولا يعتقني، لا حتى شي واحد، ما كاين حتى واحد يقدر يوقف معايا. العائله ديالي انا ضعيفه، يستحيل غتقدر توقف معايا، يعني حتى انا براسي الاب ديالي مريض، راه ما عندوش باش يقدر يوقف معايا. انا في ديور الكرام ما عنديش المجهود باش غادي نوقف. كنت درت واحد البروجي باش انا ما بقى لي ريال، كنت درت واحد شديت لك القروض الصغرى، شديت جوج ديال القروض الصغرى، وفتحت واحد البروجي ديال المحلبه، قلت نتوكل على الله اللي جاب ربي بخير هادشي قبل ما يمرض الزوج ديالي. ولكن ما نكذبش عليك، منين مرض الزوج ديالي صافي بحال جاتني صاعقه، كلشي بعته باش نوبل، ولا قدرت نوقف نديه ونجي نصوب له التحاليل ونصوب له الدواء،
غير الدواء غير تخيطمو ديال الدواء اللي شريتلو شريتهالو ب 24 فريال باش شريتها، حيت كانت المشكل اللي عنده هو هو انه عنده في التالي ديال المسران ورم، ورم كبير عنده شي 13 سنتيم تقريبا، ومغرق له الداخل بزاف، وعندو كان تقاس له فم المعده ديالو، ولكن الحمد لله مع داك الدواء اللي كنت شريت له شي شويه تقلصت ما بقاتلوش بزاف، وعندو الميكروب في الدم ديالو. انا الزوج ديالي ما عارفش بانه عنده سرطان ديال الدم، هو السرطان اللي عنده سرطان ديال الدم، وانا ما قايلهاش ليه، وما عارفش مسكين لحد الان هو ما عارفش بانه عنده داك السرطان ديال الدم، ومخبعه عليه. كنقول ان شاء الله غيتعالج، لانه سرطان ديال الدم الدكتوره قالت لي بانه ماشي شي واحد اللي هو خايب بزاف، قالت لي هو ما فيهش داك الخايب الحمد لله، قالت لي هو فيه واحد النسبه قليله ديال النوع ديال السرطان اللي عنده في الدم، هي نسبه قليله يقدر ان شاء الله 100% يتعالج. دابا هما طالبين مني بزاف ديال التحاليل تطلبهم مني، انا ما تنقدرش باش ما لاقياش باش نديرهم، ظروفي صعيبه ما لاقياش باش، قلت لك المحلبه اللي كنت درت تبعت في كلش باش بديت باش بديت كنقاد مول الكرا، جاني على الكرا انا تسلفت وخلصت، راه علي المليون الزايد. السيدة دابا اللي كتساني الفلوس جات واحد النهار ديال الدار جات لي شو على الفلوس ديالها، بغات فلوسها قالت لي عطيني ما لقيتش باش نعطيها. دابا هي دايره معايا قالت لي والو في تريت الشهر انا ما نعقلش عليك خصني الفلوس. السيد كذلك حتى هو كلشي طاح عليا في دقه واحده، حتى هو السيد قال لي والو بغيت فلوسي، عيط عليا غير البارح عيط عليا قال لي والو بغيت فلوسي، قال لي انا بهاد يعني ما تعطليش عليا السيمانه الداخله بغيت فلوسي. انا صافي تراكمات عليا الدنيا واتجهت لهاد القناه هادي، على ربي ان شاء الله يدي يكون حل على يديها. حق الله هاد القناه هادي وقفت معايا، وجاو مساكن تيصوروا بلا ريال بلا نص، ما بغاو لا مقابل حتى شي حاجه، قال لك هادي صدقه جاريه ان شاء الله. مساكن جايين بلاد بعيده ماشي حتى نقولوا فاس، جايين بلاد بعيده مساكن وهما بلا فطور بلا حتى شي حاجه باغيين يصوروا معايا. انا تنشكر هاد القناه بزاف على هاد الوقفه ديالهم اللي وقفات معايا، وتنتمنى ربي يكون خير، كنتمنى من ربي يوقف معايا ويصيفط لي شي ناس اللي يقدروا يوقفوا معايا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.